بطبيعة الحال جمهور النادي الأهلي دايما موجود وراه ودايما داعم ليه، ودايما مش على الحلوة والمرة، ده على المرة قبل الحلوة كمان بتكون بتلاقيه دايما حاضر، دايما في كل الأوقات اللي مطلوب فيها حضور جماهير النادي الأهلي. يا رب نكون دايما أيامنا حلوة إن شاء الله، والنادي الأهلي فرحنا بمشاركته في هذه النسخة من كأس العالم للأندية. تعالوا نروح ونشوف رسائل جماهير النادي للفريق قبل أولى مواجهاته في المونديال من خلال هذا التقرير، ونرجع نكمل الكلام. لمشاركة النادي الأهلي في كأس العالم ده ليست حاجة جديدة على النادي، النادي خد على البطولات وخد على المشاركة دي كتير قوي، واللعيبة اكتسبت الخبرة الكافية، فإن شاء الله احنا نتوقع منها حاجة كويسة جدا ونتائج مشرفة، ويا ريت المرة دي نقفز على الميدالية البرونزية ونشوف يا إما مركز ثاني أو أول إن شاء الله. والله الواحد يتمنى لهم كل خير، لأن هم اللي بيشرفوا مصر بصراحة، والواحد متوقع منهم انا البطوله دي هيعملوا حاجه في يعني كده، في مؤشرات حلوه ان شاء الله، واللعيبه عندنا امل فيهم كبير عند ربنا ان شاء الله. كلنا معاكم ونشد من ازركم، وباذن الله هتشرفونا وترفعوا راس مصر والنادي الاهلي عاليا وتجيبوا لنا بالكاس باذن الله. والله الرساله اللي اقولها لهم، انتوا رجاله وعملتوها قبل كده مره واثنين وثلاثه، حاجه مش جديده عليهم، وكلنا ثقة فيهم إنهم إن شاء الله هيقدموا لنا ماتشات كبيرة ويرجعوا لنا بميدالية إن شاء الله أحسن من الفضية اللي خدناها، أحسن من البرونزية اللي خدناها. أحب أقول للعيبة النادي الأهلي إن شاء الله كده زي ما عودتونا إنكم دايما رجالة، وفي الوقت يعني الصعب بتظهروا معدن وشخصية النادي الأهلي. إن شاء الله كده تيجوا مشرفينا وإحنا مش هنقبل أقل من الفضية. بسم الله الرحمن الرحيم، نقول لهم ده مش شيء جديد على النادي، واحنا متوقعين بانهم دايما الافضل، واحنا لن نرضى المره دي الا باعلى من البرونزيه، وان شاء الله الاهلي يكون في النهائي. احنا بنوجه لهم اهم رساله، ان احنا عايزين نفرح من قلبنا، وعشان نفرح من قلبنا احنا مستنيين الكاس، وايه اللي يمنع؟